سي جمال حمودي، حضرت مباريات في مونديال البرازيل بامتياز بين فرق عالمية. أيضا كان لك شرف أنك أول حكم إفريقي وعربي يدير مباراة ترتيبية في مونديال البرازيل، ماذا يمثل لك؟ أظن هذا حدث كبير، لأن أول شيء كحكم جزائري وعربي هذا يشرف العرب، يشرف الجزائر، يشرف الجمهور الجزائري كذلك. نظن ذكرى كبيرة بالنسبة لي، لأن على دخلت بها للتاريخ، وكذلك ما تنساش بأن المشاركة تاعنا في كأس العالم بالبرازيل فتح الأبواب للحكام الأفارقة باش يكونوا 6 حكام في كأس العالم بروسيا 2018، وهذا شيء اللي شرفنا. نظن المستوى اللي ظهر به التحكيم الإفريقي والجزائري في تلك الدورة نظن كان مميز، اللي نتمناه إن شاء الله باش يكون كذلك عند مصطفى غربان حكمنا الجزائري اللي إن شاء الله يكون في قطر 2022 في الشهر القادم إن شاء الله. ولهذا اللي نعمل عليه وهذا اللي نرافق به مصطفى غربان باش نحضروه من الجانب النفسي أول شيء، لأن علاش يخفش عليك بأن كأس العالم لما تقترب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي مركز كتير على مصطفى غربان باش تكون إن شاء الله مشاركة تاعو مميز وطاقم التحكيم كامل.